يا جزاير يا العظيمة سومة قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين سدوك لي مالهم قيمة. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. حبيبي كنتمنى تكونوا بخير نتوما والعائلة ديالكم. كي دايرين حبيبي مع هذا الوباء؟ الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة كيف كانت وأحسن إن شاء الله. بغيت البنات هذا النهار خرجت غادي نفوج عند أعز إنسانة، أعز صديقة، يعني إنسانة شغل نقول لكم قد ما شكرتها وشحال ما شكرتها ما غاديش نوفي في حقها البنات. يعني بصراحة واحد الإنسانة عزيزة 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 عليا بزاف، هي جزائرية. شغل نقول لكم البنات من نهار فجيت لهنا لفرنسا وأنا مع هاد الإنسانة الحب والصداقة، وشغل نقول لكم يعني من بعد ما فقدت الأم ديالي حق الله العظيم ما خلتنيش نحس بانني ما عنديش ام في الدنيا. يعني كنحس بداك الحنان ديالها لدرجه شنو نقول لكم البنات، لدرجه الحاجه الا كانت عندها ما كتاكلها حتى كتعطيها لي انا كناكلها الاولى. يعني اقل حاجه عندها واحد الكرمه في الدار، اول حبه كتكون ديال الكرموس عندها في الدار، اول حبه كتوجدها البنات كتشدها وكديرها في الكاريط وتجيبها لي حتى لعندي، وهي ما ساكناش في نفس المدينه اللي انا فيها، هي في مدينه وانا في مدينه. غادي نحاول انني نحبس الطوموبيل باش ما ندير لكمش صداع، انا راني وصلت عندها لهنايا. هي في مدينه وانا في مدينه البنات، وكتشد هذيك الحبه وتجيب حبه وحده اللي وجدت هي الاولى وتقول لك جبتها لك انت ابنتي نزهه انت الاولى تذوقيها. يعني انسانه فرحت الفرحي وبكات الحزني، وملي كنكون غادي نولد كتكون مسكينه معلقه تقولي بحالي انا بنت هاد بصح، وإلا كنت حزينه كتحزن وإلا بكيت كتبكي معايا، ومع انها هي جزائريه وانا مغربيه، يعني ماشي حتى من نفس الدوله ولكن قلب واحد انا وياها. يعني الحب، علاش بغيت نقول لكم البنات راه ما كاينش الفرق ما بين الجزائر والمغرب وتونس ومصر، كلنا عائله وكلنا احباب وكلنا خوت. يعني شنو نقول لكم، هاد الانسانه عندي غاليه بزاف 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 كما قلت لكم، واخا انني شحال ما شكرت فيها ما غاديش نوفي بالحق ديالها البنات. ها حنا وصلنا البنات، غادي نصوني لها في الباب. ولكن كنصوني غير مره واحده وكنمشي صافي والباب نحل راسي. كنفتح الباب وكندخل عندها، كنحتاج انا اللي يحل الباب ديجا كنت ديال فندخل نمشي في الكوزينه. زوينه القضيه هذه، داخل بوحدي راني في داري. السلام عليكم. نعرف الدار انا. يلا ها نتوما البنات، انا جيت عند حبيبتي اللي قلت لكم غنمشيو نقلعوا النعناع. سلمي عليهم بزاف بزاف. شفتي قولي لهم واش من جهه واش من بلاد واش من جهه راهم كل شيء الجزائر كلهم سبحان الله العظيم وما شاء الله عندي من كل بلاد. داك شفتوا النعناع الناس هالسلمية البنات ما شاء الله عليها، من كل هي حاجة زرعة منها هنا عندها في هاد الشرطة ما شاء الله عليها. عادو ما شنو كان جيتي ديتي بعدها غير الكرموس، والله عادو الكرموس البنات عندو ما دار الكرموس يا ناس ياك والله لا دار تال هاد المرة تال العام الجاي. ايه انا حبيتكم السنة، انا حبيت باش تجي تدي الكرموس. كاين العنب واحد ما دار واحد ما تليفونه. كاين العنب تاكلي العنب، تاكلي العنب، شفتوا البنات تاكلوا العنب معايا ها نتوما. هيا غتقطع لي العنب عيني نشوف هاني نشوف تبارك الله. شوفوا البنات شتو لا تقولوش شدي لا تقولوش غير عايشين في الغربه انه ناسين التقاليد ديال البلاد. شوف العنب في منزل جزائرية في منزل جزائري. ها انتما البنات ها حقكم قولي لهم واش من جهه هما من الجزائر. كل واحد وفي كاين كتب فاطمه، كاين اللي من قسنطينه، كاين اللي
من وهران، من ألجي، كلهم انا من ألجي. من نقولها البنات اللي كيتابعوني راهم عارفين اني ما كنعرفش نقول خنشه، خنشله. راني عارفه شكون اللي غادي يضحك عليا على كلمه هذه ديال خنشه، ما كنعرفهاش كيضحكوا عليا كيقولوا لي خنشله. تحيه للجزائر كاملين وتحيه للمغاربه كاملين، وخاوه حتى الموت ياك فاطمه. خاوه حتى الموت ان شاء الله تتحل المغرب ونجوا عندكم. شفتي انا جايه عندكم. فاطمه حنا اصلا كنمشيو شي عند شي، كانت محلوله الديوانات ولا ما كانوش محلولين، ولكن حنا يلا حنا كشعب واحد وقلب واحد ودم واحد. وخاوه ياك البنات، خليوها لي في التعاليق البنات. انا في منجع هو انا كنتفتف نقلب شنو كاين. شنو فاطمه هذه؟ سباغيتي الرشته هكا البنات. هالرشته انا قلت لهم سباغيتي ماشي سباغيتي. ها انتم البنات الرشته بحال الشعريه ديالكم صح، هذه لكم واحنا بيدينا. دابا هذه فاطمه انت اللي صوبتيها هاي، دابا خصنا شي نهار نصوبوها. انا صوبتها لخديجه لا دابا خصنا شي نهار نصوبوها باش نعطي الوصفه عاوتاني. انا المغربيات اللي ما كيعرفوهاش مصافقين عليها فاطمه. صافي ها انتم البنات انتظرونا في واحد الفيديو ان شاء الله غادي توريكم فاطمه كيفاش غادي نخدموا الرشته الجزائريه. تبارك الله ما شاء الله، والله الا صحابني سباغيتي البنات. يا الله دابا غنشوفها كيفاش غادي تصوبها لنا. وهنا معاك هنا البنات، شربنا قهوه ديالنا ديال العشيه وقصرنا وضحكنا، داز وقت غزال البنات. عرفتي واحد الفلسه سكات والكال، انا دائما فيما كنجي عند فاطمه سكات. انا هكا نبغي رغايف ونفتر. فاطمه نجي نسكن معاك، نجي نسكن معاك. شكون انا؟ صافي تعرف غير واحد. شنو هذا فاطمة اللي دايره هنا؟ وين هذا شنو الرشتة؟ وهذه لاصوص ديالو. المهم تتكون كتسقيها، دابا راه كتسخنها. كتكون اصلا طايبه فاطمه ولا كتكون اصلا طايبه ولا غير كتفور دابا؟ طايبه وغتفور غتسخن. كتكوني فورتيها من قبل؟ صافي راه طايبه وطايبه دابا غير كتسخن. صافي تتكون كتصب وغادي نحطها نوريها لكم زعما. شوف كديروا فاطمه الزبده. ايه ندينا كيما الطعام بحال الكسكس البنات. اروح شنو قلتي فاطمه؟ قلت لهم اروحوا تعشوا عندي البنات. يلا شتي ها هي دي فاطمه كترحب بكم، قالت لكم اجي تعشوا عندها الرشته. مازال ما نسيتهاش الرشته. اختي ما عرفتش الرشته منين قلت لها الرشته. ها الرشته بالجات كلها. ها انتم البنات دابا غادي دير لها الزبده. ياك انتم كتقولوا الزبده فاطمه؟ الزبده فوالا. ومازال ان شاء الله غادي نشاركوا معكم اكله جزائريه. خاصنا فاطمه ديري لي هذيك الخبز اللي كنقول لك دائما كديريها لي في الطاجين. ايه خبز فطير هذيك اللي بحال الحشوه وهي رقيقه لاصقه. خبز فطير يا البنات انا بعدا كنحماق عليها كتعجبني. فيما كنكون غنجي لعندها كنقول لها ديري لي غير هذيك اللي تجي معمره ثاني نعمروها هذيك ونعمروها حتى لشي نهار ان شاء الله ونجي ونصوبوها. وهكذا البنات كيف ما وعدتكم انني غادي نبقى نحط لكم اكلات جزائريه البنات اللي ما كيعرفوش الاكل الجزائري راكم ما عارفين والو. كلهم هذه سي الجيغوا، هذه الجيغوا. استنى دوك نوري لك من جهه الشرق عندنا واش يديروا. دوك نوري لك دوك راح نجيبها في الكونجيلاتور. صافي ها انتم البنات، يعني هذه تقدر انه في مدينه واحده اخرى في الجزائر تكون مختلفه في الطريقه. لا
ما يعرفوا يعني بحال وهران هادي يديروها في الدار ما يعرفوها لا وهران لا الشرق تاع الجزائر وكل صافي هادي يعرفوها غير الجزائريين لي زاجيغوا يعني غير اللي في العاصمه البنات باش تعرفوا بانه لي زاجيغوا برك لان انا ملي كنت كنعرف ملي كنسمع كيقولوا لي بحال دابا غي ديال الجي انا كنت كيسحبني الجزائر كامله سميتها الجي باهي يعني نتوما لا لي زاجيغوا يبقى نورمالمون الجزائر كلهم لا لا ايه لي زاجيغوا الجزائر كلهم اه ولكن هذه يعرفوها غير ديال العاصمه لي زالجيريان اه لي زالجيريان كاملين فوالا هكا الجزائر غير تاع الجزائر انا صحابني هذه غير اكله ديال العاصمه بوحدها ايه ايه صح اه هذه العاصمه بوحدها ايه فوالا البنات يعني هذه اكله ديال العاصمه ديال الجزائر انا عاد فهمت مزيان تديوش عليا اختكم راها كتقاتل باش تعرف التقاليد الجزائر لانني من عشاق الجزائر الناس وان شاء الله الى كتب الله نجي للجزائر ونتلقى مع هالعزاز الغاليين اللي عندي في القناة كاملين ونجي عندكم ان شاء الله ونشوف الجزائر البلاد الشقيقة ديالنا اللي ما كاينش ما اعز منها فين هي فازي وريني فاطمة شنو هذه هذه الشخشوخة تاع الظفر هذه يديروها الشق تاع الجزائر قسنطينة وهذوك جواجلة هذا ماشي هذه واش حرشة ولا ملاوي لا هذا خبز يديروه رقيق ويقطعوه عليه يسموه شخشوخ الظفر تخي 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 فان ويقطعوه وتا هو كيديروا له نص طريقه بحال هذه لا لا هذا الفوق ويعاود يولي في المرقه صافي هذا ان شاء الله حتى تكون غطيب وتعيطوا للبنات شنو قلتي لي شخشوخه سميتو شخشوخه شخشوخه الظفر عقلوا معايا البنات يديروا صحاب قسنطينه صافي ان شاء الله بحول الله البنات غادي نديرها معكم بزاف ديال الاكلات اللي باغيه نديرهم في القناه ديالي ديال الجزائر خليكم معنا البنات هانتوما البنات ها هي بدات دابا كتهزها كتحطها هانتوما كيف كتشوفوا ندير كل واحد طبسي ولا ندير في طبسي واحد لا لا غير ندير انا في طبسي واحد معليش يعني على الجل منش على دبر راسك بغيتي تحطي ديال الرجال بوحدهم والعيالات بوحديتهم ايه فوالا يعني كل واحد حنا زعما نحشمو ما كنعرفوش بعضنا نكسرو علي علي وروحنا وراس اختي بسم الله صافي هنا البنات غادي تسقي شنو هذاك اللفت فاطمة؟ هذا لفت غادي نجي من ليه باش تشدلك مزيان نجي حدا الطبسيل باش يبان لي مزيان كنت ما طلعنا الواسي ما عرفش نسكن كيما تقمو نتوما يا ودي كل ما يضحكوش عليا علاش لا بالعكس راكي كتعرفيني شنو كنقول لك انا كنقول لك انا لا مشيت عند الناس الجزائر خاصني ناكل ماكله الجزائر ويلا مشيت لعند تونس خصني ناكل الماكله ديال تونس وهذه اللي درت لك انا هذه لاخاطش باش تذوقي الرشته الجزائريه فوالا لان علاش ملي كنمشي عند شي واحد خصني نكتشف ديك الاكله ديال بلادو ولكن الا غنمشي باش يوجد لي هو الماكله ديال بلادي نجلس في داري هذاك الشيء علاش حطيها لي بالطريقه اللي كتحطيها انت انا كتعجبني كل حاجه بطبيعتها ذكرتني بواحد الاخت جزائريه كانت ساكنه حدانا شحال هذه كانت ساكنه حدايا في سونتخفيل كانت دارت الكسكس بالحوت تعرفي فاطمه الكسكس بالحوت الابيض ايه وكتجي المرقه هكا بيضه هكذا بيضه طيبوا مرقه بيضه قولي لهم فوالا مرقه بيضه يعني البنات ما كاين لا خرقوم لا زعفران لا والو لا طيبوا حنا مرقه بيضه اللي بها هذه درت لك مرقه بيضه شتي البنات كيف جات يعني هذه الرشته هانتوما البنات حنا كنحطوا اللحم هو الاول وعاد كنسقيو ولكن هما كيحطوا يسقيو وعاد كيحطوا اللحم من فوق منه دابا
دابا بنات الجزائر راهم عارفين هاد الاكله وعارفين كل شيء شنو كيتحط فيها وشنو فيها، ياك فاطمه؟ نخليها تتستف ونرجع معاكم. صافا البنات، ها هي اللي دابا وجدت هنا هذا التبصيل اللي غيمشي لعند الرجال، ها هو هكذا كيف كتشوف. صافي هنا كمل. صافي البنات، وهذا وجداته الا نسى. يلا البنات بالصحة والراحة، تنكمل ونكمل معكم ونختم معكم الفلوق في الآخر. مساء الخير عليكم و... ولا عجبتكم الرشتة مرة أخرى إن شاء الله، ومرة أخرى إن شاء الله نوريكم كيفاش ديروها من الأول حتى الآخر. راهي تتصاوب بالماشينة، ودوك عاد يديروها بالماشينة، بكري كنا نصاوبوها بيدينا. صافي إن شاء الله. إيه وأنا صافي. راني نهضر أكثر مغربية أكثر من جزيرية، لخاطرش أنا غير مع المغاربة. ليلات كامل مغاربة، وحباباتي وخواتاتي وبناتي. الحمد لله. المهم حبيبي كنشكركم بزاف، حنا دازت الأمسية ديالي مع أعز إنسانة كما قلت لكم، يعني فيها ميمتي، فيها أختي، فيها صاحبتي، فيها جارتي، يعني أعز زيرية عندي في العالم هي هذه فاطمة. بس إذا شادها غشقة ما تجيش قاعد تطلع عليا، ما تأمنوهاش، ما تجيش قاعد تشوفني. كنشكركم حبيبي، كنتمنى تكون عجبتكم هذه الأمسية هذه، وإن شاء الله بحول الله نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله بحول الله. تبارك لكم عليكم حبيبي، وما تنساوليش التعاليق ديالكم الجميلة اللي دائما كنشكر فيها الناس، راه كنقرا التعاليق كلهم. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، ما تنساونيش تعاليقكم الجميلة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم. جزائر يا العاصمة، سمت قيمتك عظيمة، حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين. سدوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين، سدوا بلاد سيدي.